أهلا بكم. بقراءة المتغيرات على الساحة السياسية في المرحلة المقبلة، يتضح أن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني هو نتاج عملية عرجاء بلا تيار صدري، وتحمل تراكمات وأخطاء فادحة منذ عام 2003، لكنه يسعى لتغيير هذه الصورة في الأداء والتصميم على خارطة طريق تعتمد بالأساس على الخدمات واستثمار قدرات العراق الاقتصادية، والسعي إلى دفع عجلة البناء للأمام وترك ساحة السجالات السياسية. لكن الإطار التنسيقي يظهر دعمه بالعلن ويحاول إسقاطه سراً. السوداني يريد ترك الخلافات الشيعية الشيعية والعمل على كسب ود السنة والكرد، فالإطار التنسيقي لا يريد منه الخروج عن طاعته، خاصة وأن رئيس الوزراء ينتظر تحديد موعد لزيارة واشنطن، لذا فهو متماهي الآن مع سياسة الأمريكيين في معاقبة المصارف المتورطة بتهريب العملة وغيرها من الملفات. التعامل الحكومي إلى الآن متذبذب بشأن الصراع الأمريكي الإيراني، حيث نفوذ طهران يفرض على السوداني شروطا صعبة، أولها العمل على خروج الأمريكيين، وهذا لا يريده رئيس الوزراء في الوقت الحالي لأن ثمنه قد يكون باهظا، وبالتالي إسقاط حكومته بشكل رسمي. أمام السوداني تحديات كبيرة تتمثل بكبح جماح الفصائل الموالية لطهران وضبط السلاح المنفلت، إلى جانب محاسبة القوى المتورطة بالفساد واستغلال النفوذ، وأخرى مرتبطة بأجندة إقليمية وخارجية. ونسبة نجاحه قد تكون معدومة، خاصة وهو يقود حكومة لا يوجد جزء بها إلا وخاضع لمحاصصة سياسية. فهل سينجح السوداني في استكمال عمر حكومته أم ستتم عرقلة مشروعه؟ الإجابة مشاهدينا قد تكون في الأشهر المقبلة الحبلى بالمفاجآت.